السلام عليكم، مرحبا بكم في هذا الفيديو الجديد. يوم على يوم كنقولوا حنا غالطين، ربما الكرا غلب عقلهم وحنا غير تعدينا عليهم، وغير زعما كنقولوا انهم مكلخين ربما انهم بعقلهم، لكن بعض الفيديوهات اللي كيوصلوني راه لا حياه لمن تنادي. وغادي نشوفوا اليوم واحد الفيديو راه غادي نستغربوا ليه. قبل ما نبداو، اي واحد فيكم بغى يربح من يوتيوب، بغى يخدم في يوتيوب، بغى انه يفعل لاشين ديالو، مرحبا، حنا كنفعلوها، كنزيدوا ليه 1000 مشترك و4000 ساعه، وكنبقاو معاه خطوه بخطوه حتى تفعل لاشين. يعني ماشي دوك الناس اللي كيبيعوا لك الخدمه، يعني كيزيدوا لك 1000 مشترك و4000 ساعه وكيخليوك تعوم بحرك، حنا غادي نمشيو معاك خطوه بخطوه حتى تفعل لك لاشين. انا شخصيا في الواتساب، يعني اللي بغى هذه الخدمه يهبط للديسكريبسيون، كاين الرقم ديال الواتساب ديالي وتواصل معايا ومرحبا به. نرجعوا للموضوع، قلت لكم الكراغل كنقولوا راه يمكن حنا تعدينا عليهم. شي مره كنجلس مع راسي كنقول ياك ما حنا تعدينا عليهم، ياك ما هما بعقلهم غير حنا اللي زدنا فيه. لكن راه شي فيديوهات كيصيفطوا راه لا حياه الا من تنادي. وتصور دابا نبين لكم واحد الفيديو، ماشي مواطن، ماشي كيدور في الشارع وهزوا استجواب، ماشي، هذا وزير جزائري. وركز معايا، وزير جزائري هضروا معاه، اش قال لهم؟ قال لهم كنفكر، قال لهم مازال كنتذكر الوقيته فاش عاد زاديت في الفراش، قال لهم كنشوف النافذه وكنشوف الطيور وكنشوف. واش هذا بعقلو؟ واش هادو بغاو يسطيو هاد الكراغل هادو؟ واش دابا كنقولوا دابا راه ربما واحد الفئه قليله هي اللي مكلخه، والوزراء ديالهم مكلخين، والمسؤولين ديالهم مكلخين، والكبرانات اللي كيقيديهم ومكلخين. اجيو نشوفوا الفيديو، ركزوا معايا مزيان في كل كلمه قالها. هذا دابا راه بالكوستيم ونظاظر والكرافات كتقول راه بعقلهم، اللي كتجي تسمعوا راه اسمع. كان لي الحظ ان اتذكر اللحظات الاولى من ازديادي وهي تستطلعني الان وانا في الفراش. ليس لنا الحظ ان رميت لك على قناتنا. قال لك لا الحظ، والثالث اللي كيسمعوا اللي كيستو اللي كيدير مع استجواب، زعما اللي كيدير مع هذا البرنامج الحواري، متيق القضيه. شوف اش قال لهم. كان لي الحظ ان اتذكر اللحظات الاولى من ازديادي وهي تستطلعني الان وانا في الفراش، ارى النافذه وارى السحاب وانا نائم في الفراش في الساعات الاولى من حياتي. قولوا زدت فيه، واش انا اللي قلت شي حاجه؟ واش انا هو الوزير اللي قال هاد الهضره؟ ياك دابا وزير جزائري خرج بهاد الهضره هادي، دابا انتوما قيموا ولا عطيونا تقييم لهاد الهضره هادي. واش واحد بعقله بكامل قواه العقليه غادي يقول لك هضره بحال هادي؟ واش واحد اللي كيمثل دوله، يعني كيمثل حكومه ولا شوف نهزو غير مواطن عادي مغربي ما يقولش هضره بحال هادي. والظرف في الشوارع ديال المغرب، الظرف في الشوارع، تهز الفئه اللي كتقول انها ناقصه شويه في عقلها ولا، وما تقولش جمله بحال هادي. وانت جالس في برنامج ومطالق يديه ومرتاح وكيقول لهم كنتذكر الوقيته فاش تزاديت. قال لك كنشوف النافذه وكنشوف السحب. واش تحت النافذه فين ولداتك ولا في النافذه ولا ما كاين حتى شي بني حداك؟ وكاليخون وهذا الكراغ والله الا غادي يسطيونا بالضحك. يعني تقصد انك كنت صبي، يعني لحظات الولاده تقصد؟ لحظات الولاده بغا يديباني هاد الاخر، بغا يقول لي صبي زعما طفل صافي ملي تزاديتي وتكيتي شي مره وكتشوف. قال لي لا قد الولاده تذكرها الى حد الان يعني، وهذه يعني معذره، يعني في لحظات الولاده الساعات الاولى بعد الولاده كنت ترى سحاب وترى ما زال الصوره تاع النافذه مفتوحه وانا اشاهد السحاب والعصافير تاع عصافير تمر. قال لك غادي نعاود لكم باش تسمعوها. قال عنده الزهر هذا المقدم ديال هذا البرنامج، ما قال ليش راه هضرت مع القابله، قلت لها بشويه ما تجريش قصحتيني هنا. وهذا الكراغل اقسم بالله الى بزاف ديال الناس ما كيتيقونيش، وراه مكلخين، وراه مكلخين، وراه كتجي تعبرهم مع مغربي، راه 10 فيهم كيسوا مغربي، 10 فيهم عاد عقل ديال مغربي. واش دابا تقتوا دابا وزير، دابا واش نتقبلوا حنا وزير ديالنا يقول واحد الهضره بحال هذه؟ واش وزير مغربي؟ وشوف وغير يعني اصغر مسؤول مغربي، ماشي اصغر زعما في الدرجات ديالو، مسؤول مغربي المستشار جماعي مثلا ولا شي واحد اللي لتحت،
واش يقدر يقول هضره بحال هذه؟ واش مغربي غادي؟ واش مغربي بعقله؟ ومغربي في الشارع ونتحداكم هبطوا في الرباط كازا طنجة الرشيدية تطوان ميدل العرايش دوزوا في الشوارع وجيبوا واحد يقول لها جي واش يقول لكم شي هضره بحال هذه؟ ما يمكنش اصاحبي. وهذا وزير ديالهم، وزير ديالهم ما كيسواش مواطن عادي ديالنا في الثقافه ديالو. راه 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 حشومه نيت، راه راه شي حاجه. انت اسمع اسمع اسمعش، قال لي ارى الطيور تمر تمر تحلق. وشوف تمر وبكل الخير بكل الخير تمر سحاب. وترى ما زال الصوره تاع النافذه مفتوحه وانا اشاهد السحاب والعصافير تمر تمر. يعني ذاكره قويه جدا يا استاذ، يعني في اللحظات اللحظات الاولى ربما. والكرغولي هو السي الكرغولي فاش كيتزاد الواحد راه مازال الدماغ ديالو مازال العقل ديالو مازال ما تكونش الشريب، وكاين اللي كيقول حتى الشوف ما كيشوفوش. والدليل فاش عاد كيتزاد راه كتحرك يديك راه ما كيتبعاش بعينيه، راه كتشعل ليه شي بوله ما كتشوفوش دار ديك ها ولا شاف الجهه ها ولا، يعني مازال ما عندوش ديك حاسه اللي كيقولوا مازال ما كيشوفش مزيان. انت شفتي وعقلتي، ربما كون قلتي لنا راه طلبتي اليوم الماء ولا قلتي لهم راه لنا شي كاس دات وهاد الكراغ اقسم بالله الا يوم بعد يوم كيصيفطوا لنا غير فيديوهات ديال الضحك غير باش نضحكوا عليهم، وحنا كنضحكوا والرويضه غاديه. هذا دابا وزير تاع الميلاد، ربما هذا الذي كان مساعدة لي لكي استقطب العلوم، وربما كان لي الحظ. تبغى يقول لهم زعما راني نابغه راني استثنائي، ولكن ماشي بهذه الطريقه. بغيتي تكذب الكرغولي بغيتي تكذب ماشي بهذه الطريقه. انت مكلخ ما تضحكش عليك الناس بهذه الطريقه. وشوف دابا باش يخرج دابا حتى اللي بغى يكذب ما عارفش يكذب. كرغولي مكلخ قال لك تزاديت ومازال كنعقل على راسي كنشوف النافذه كنشوف هذا كنشوف، ما بقى لا غير يقول لي كنشوف القابله، وقلت القابله بشويه قصحتيني هنا. الكرغولي راه تنتظر منه كلش، واللي كرغولي كثر منه هو هذا اللي تاقو ومشى معاه في الخط. نعم كذا كذا واش وصلتوا لهذه الدرجه ديال الحس ان مسؤول واخا يقول لكم راه طرت واحد الوقيته حتى الفوق السحاب ورجعت غادي تقول ليه برافو عليك حاجه استثنائيه كذا. ما تقدروش تواجهوا دابا. شوف دابا المواطن ديالهم كيفاش ما يقدرش انه يواجه. وكنت قالت هذه في المغرب كنوض قرباله، حنا رئيس الحكومه قال لهم غير تبرك خطا غير خطا فهذا، قال لهم تبرك على النقاصه يخرج الماء، تبرك على الروبوني تحل الروبوني يشعل الضوء، نط قرباله عليه قرباله نط، قال له دير عقلك الشري فاش كتقول هذا غير خطا غير خطا. هذا قلب النقاصه مع ديال الضوء مع الروبوني ديال الماء قلبهم نط قرباله. اما هذا اللي ناض كامل قواله، ماشي كامل، هذا ما تسميش كامل قواله العقليه. واش اللي قال بحال هذا كامل قواله العقليه؟ انتم شوف غادي تسمعوها، نخليكم تسمعوها كامله باش انتم تعقبوا النيت كما بغيتوا. كان لي الحظ ان اتذكر اللحظات الاولى من ازديادي وهي تستطلعني الان، وانا في الفراش ارى النافذه وارى السحاب وانا نائم في الفراش في الساعات الاولى من حياتي. يعني في تقصد انك كنت صبي يعني لحظات الولاده؟ لحظات الولاده استذكرها الى حد الان يعني. وهذه يعني يعني في لحظات الولاده الساعات الاولى بعد الولاده كنت ترى سحاب وترى ما زال الصوره تاع النافذه مفتوحه وانا اشاهد السحاب والعصافير تمر. يعني ذاكرة قوية جدا يا أستاذ، يعني في اللحظات الأولى ربما تاع الميلاد. ربما هذا الذي كان مساعدة لي لكي أستقطب العلوم. مساعدة لك باش تضحك علينا باش تكذب علينا شو من المساعدة. ومكلخ مكلخ. ودابا بحال هذا دابا بهذا النيفو هذا ديالو وبهذه العقلية ديالو وبهذا الذكاء ديالو وبهذا الهبل ديالو وزير في الجزائر. يعني انت راه تهز مواطن مغربي راه يمشي تما يقدر يكون اعلى منصب. والدليل ان شكون اللي حكمهم؟ كان حكمهم الرئيس بوتفليقه اللي كان قرا في وجده. كان في وجده قالوا لك انه مشى تما ولا رئيس. اذا انت المغربي ما تفقدش الامل.
شوف وزير جزائري النيفو ديالو المستوى ديالو كي داير، وهذا وزير جزائري شو النيفو ديالو. وصلنا اخر هذا الفيديو، بغيت الاراء ديالكم في لي كومونتير، واللي بغى الخدمه ديال تفعيل القناه 1000 مشترك 4000 ساعه يتواصل معايا في الانستغرام في الواتساب، راه كاين النمره ديالو تحت من هذا الفيديو. والسلام عليكم. إذا أعجبك الفيديو لا تنسى الضغط على زر لايك والاشتراك بقناتنا حتى يصلك الجديد.